كلما اقتربنا منه يحاول الابتعاد أكثر. ماما! الطفل أحمد يخاف الناس ويميل إلى الابتعاد عنهم، فاقترابه منهم يعيد إلى ذاكرته مشاهدا دامية عاشها خلال رحلة فراره وأسرته من الموت. الله يخاف من مشاكل قبل كده، فين قتلوا الناس قدامنا وحصلت فوقنا مشاكل دقونا، عشان كده بتخاف. نحن من فاشر. في كل مخيم هنا يوجد ما بين 4 إلى 5 مصابين بأعراض أو أمراض نفسية، معظمهم من النساء والأطفال. الله العظيم زي 5 نفر 6 عندنا، ويلا السباوة نقوم من المعسكر نطلع زي لنا القوم معاشين نرجم. بعض الجمعيات الشبابية بمراكز الإيواء تحاول إقامة جلسات للدعم النفسي للنازحين الفارين من الحرب. وهنا بشرق دارفور إحصاءات تشير إلى مئات الحالات المصابة بأمراض نفسية. دعم نفسي لأسباب أنه يتناسوا كل الحاجات اللي تركوها من خلفهم حتى أن يستقروا، ومن ثم الأودة إن شاء الله بإذن الله قريب إذا ربنا وفق. تتفاقم حالات الأمراض النفسية أكثر عند النساء، فمسؤولية الأبناء ونجاتهم من الموت تقع على كثير ممن وصلنا إلى مخيمات النازحين. ما يسمعه ويشاهده البعض من قصف جوي ومدفعي، وما يحدثه ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات، وما ينتج عن ذلك من رحلة نزوح ولجوء، عوامل تزيد من فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية في غياب متابعة لها وانعدام وسائل العلاج منها، أو على الأقل التخفيف منها. صالح أبو علامة، قناة الحدث، إقليم دارفور، غربي السودان.